بس المحاضرة مال ميتابوليزم اوف كاربون سكيلتون ثالث محاضرة، المحاضرة اندزت متأخر يعني ما صار لها كم ساعة، فأني يعني توني قاريها بس نحاول نشرح. فهالمحاضرة ايش تحكي؟ تحكي عن شلون اكون الامينو اسيد. هسه اخذنا الامينو اسيد، اخذنا اليوريا سايكل، هسه انا شلون اكون الامينو اسيد؟ عندك اربع من الامينو اسيد اللي هو اسبارتيت، اسبراجين، جلوتاميت، عن جلوتامين. ذني اربع امينو اسيد اخذناهن. واذا حتى اذكركم بالكيميكال ستراكشر، الاسبراجين والجلوتامين ذني الاثنين كانن سميناهن اسيد امايد، اسيد امايد بالكلاسيفيكيشن. ليش اسيد امايد؟ لانه الار السايد تشين مالتهم كان بيها مجموعه كاربوكسيل اللي هي اسيدك حامضيه، ومجموعه امينو هاي بالسايد تشين غير الكاربوكسيل والامينو الاصليه مال الامينو اسيد. فالاسبراجين والجلوتامين ذني اسيد امايد، بينما الاسبارتيت والجلوتاميت اللي هن نفسهم الاسبارتيك اسيد والجلوتاميك اسيد، ذولا سميناهم اسيدك فقط، اسيدك فقط. فشنو هو اصلا، انا من اقول اسبارتيت واسبراجين شنو الفرق بيناتهم، او جلوتاميت وجلوتامين؟ فرق بيناتهم انه هسه ذول اللي على اليمين هن اسيد امايد بيها مجموعه امينو اضافيه، واللي على اليسار لا، ذول اللي على اليسار الاسبارتيت والجلوتاميت اسيدك فقط ما بيها مجموعه امينو اضافيه. فانت تستنتج انه هسه هو الفرق بين اللي بيناتهم هي مجموعه الامينو، وحده اسيد امايد وحده بس اسيد. فتلقائيا حتستنتج بانه انت اني اقدر احول الاسبارتيت الى اسبراجين. شلون؟ انه الاسبارتيت اذا استلم امينو جروب يتحول الى اسبراجين، الجلوتاميت اذا استلم امينو جروب شي يتحول الى جلوتامين، والعكس صحيح، الاسبراجين والجلوتامين احول الاسبراجين من يفقد الامينو يتحول الى اسبارتيت، الجلوتامين من يفقد الامينو جروب يتحول الى جلوتاميت. فانت هذا واحد هسه بس يكون باله هذا انه الفرق، بس تعرف الكيميكال ستراكشر انت حتفهم ليش دا يصير عندنا تفاعلات. ليش انه اني هسه شي يقول هو الاسبراجين سينثيتيز، اسبراجين سينثيتيز اللي هي هاي الماده، والجلوتامين سينثيتيز يعني انا جاي اكون اسبراجين والجلوتامين، يا انزيم يفعلهم السينثيتيز. Catalyze the production of asparagine and glutamine from their respective amino acid، اللي هي منو؟ الاسبراجين اكون من الاسبارتيت خلال تفاعل هسه راح نشوفه، والجلوتامين اكون من الجلوتاميت. Glutamine is produced، الجلوتامين is produced from glutamate by the direct incorporation of ammonia, and this can be considered another nitrogen fixing reaction. الجلوتامين آني هسه احنا مو قلنا المجموعة اللي هي الجلوتامين والاسبراجين ذن الاسيد امايد يحتاج ان امينو جروب يعني بتركيبهن. فاني شلون احصل على جلوتامين من الجلوتاميت؟ اجيب هذا دايركت، هذا الجلوتاميت شو اسوي له؟ عن طريق الجلوتامين سينثيتيز خلال خطوتين، تفاعل بخطوتين. الخطوه الاولى احتاج اي تي بي، هذا الاي تي بي ايش حينطيني؟ ينطيني مجموعه فوسفات اللي هي هسه هذا مو الجلوتامين، الاي تي بي انطى هنا مجموعه فوسفات اللي هي هاي، فش الثانيه ماده جاما جلوتامين فوسفات. الجلوتاميت استلم مجموعه فوسفات من اي تي بي تحول الى جلوتامين فوسفات، بعدين دايركت تفاعل ويا امونيا. احنا قلنا الجلوتامين حتى احصل من الجلوتاميت لازم عندي امونيا، امينو جروب من الامونيا. اذا هاي الامونيا راح شنو؟ هاي الامونيا تجي بدال مجموعه الفوسفات، الفوسفات هاي تنطرح وتجي الامونيا بدالها، شو تحصل؟ الجلوتامين. يعني باختصار شلون تكون الجلوتامين؟ تجيب جلوتاميت تنطي فوسفات عن طريق جلوتامين سينثيتيز انزيم من الاي تي بي تحول الى جاما جلوتامين فوسفات، هذا الجاما جلوتامين فوسفات تطرح منه الفوسفات هاي، تطرحها وتجيب بمكانها امونيا جلوتامين. اذا حصلت
الجلوتامين من الجلوتامين من الجلوتامات عن طريق شنو؟ عن طريق تفاعل ويا الأمونيا. بينما الأسبراجين الثاني، الأسبراجس، هذا الجلوتامين كونه، هذا كونه منين؟ من الجلوتاميت حسب هذا التفاعل. الأسبراجين منين يحصل؟ يعني الأسبراجين أنا أنتج من الأسبارتيت همين، وهم يحتاج أمينو جروب، بس هنا ما يحصله دايركت من الأمونيا، لا يحصله من الجلوتامين نفسه، هذا الجلوتامين نفسه. يعني أنت تجيب أسبارتيت، هذا الأسبارتيت تجيبه حتفاعله ويا جلوتامين، جلوتامين ينطي الأمينو جروب للأسبارتيت فينطيني أسبراجين. شنو معناته؟ هسه حنشوف. أنا شريد أكون أسبراجين، وقلنا الأسبراجين هو أسيد أمايد، يعني بي أمينو جروب. منين إجت هاي الأمينو جروب؟ إجت من تفاعل الأسبارتيت ويا الجلوتامين. الجلوتامين حينطي هذا الأمينو جروب للأسبارتيت فينتج لي أسبراجين، والجلوتامين نفسه من فقد الأمينو جروب إيش صار؟ صار جلوتاميت. فمجرد هو تفاعل هنا، أنا ما أسميه ترانز أمينيشن، احنا اخذناها بالمحاضرات السابقه ترانز امينيشن، ذن التفاعلات ما اسميه هنا ترانز امينيشن. ليش؟ لان بوجود اي تي بي، ذن التفاعلات كلهن يحتاجن اي تي بي. وبينما الترانز امينيشن رياكشن العاديه هذيك ما تحتاج اي تي بي وتكون عكسيه. هاي التفاعلات ترانز اميديشن هي تفاعلات غير عكسيه، ريفرسبل، يعني حتى واحد ما يدوخ، انت حتجيب اسبارتيت، اسبارتيت هو اسبارتيك اسيد، ما بي امينو جروب بالسايد تشين، تريد تحوله الى اسبراجين، الاسبراجين هو اسيد امايد بي امينو جروب، اذا انت تحتاج امينو جروب. مين حتجيبها؟ حتجيبها من الجلوتامين، هاي الجلوتامين حتنقل الامينو جروب للاسبراجين، للعفو للاسبارتيت، تنطيني اسبراجين. جلوتامين فقدت الامينو جروب صارت جلوتاميت. بينما الجلوتامين نفسه، هذا الجلوتامين نفسه انا شلون كونته؟ كونته هم من الجلوتاميت عن طريق تفاعل. هنا جبت الامونيا مباشره، الامينو جروب جبته مباشره للجلوتاميت وحولته الى جلوتامين. لكن ذني التفاعلين اثنيناتهم يحتاجن اي تي بي، لذلك ما اسميهن ترانز امينيشن، اسميهن ترانز اميديشن، تفاعلات تحتاج اي تي بي وتكون غير عكسيه. اذا هسه احنا شكونا؟ كونا اثنين امينو اسيد، اسبراجين وجلوتامين. واحنا مو بس حتى كونا الجلوتاميت كونا، واذا التفاعل يعني هنا هو ما يصير عكسي، لكن بغير تفاعلات ممكن بالعكس ننتج ذنيش يعني الاثنين البقيه هم. ف الاسبراجين انتجته من اسبارتيت عن طريق تفاعله ويا الجلوتامين ونقل الامينو جروب، والجلوتاميت او العفو الجلوتامين انتجته من الجلوتاميت على خطوتين، تكوين جاما جلوتامين فوسفات وبعدين نقل الامونيا لتكوين الجلوتامين. انت بس تفهم انه عندك الاسبراجين والجلوتامين هي اسيد امايد تحتاج امينو جروب، حتستنتج بانه الثانيات اللي هي الاسبارتيت والجلوتاميت من يستلمن امينو جروب يتحولن لذنيج. فاحتاجيت انت الاسبارتيت تنطي امينو جروب اللي هو حصل منين؟ من الجلوتامين نفسه. ايش انتجت؟ انتجت اسبراجين، زين. وهذا الجلوتاميت من اطيته امينو حولته الى جلوتامين، مجرد انتقال بالامونيا او الامينو. فالامينو ترانسفيريز رياكشن، الامينو ترانسفيريز اللي اخذناها سابقا اللي هي مثلا الجلوكوز الانين سايكل اللي اخذناها، انه الانين كان يتفاعل ويا الجلوتاميت، الالانين ويا الفا كيتو جلوتاريت، الالانين يفقد الامينو جروب للالفا كيتو جلوتاريت، فالالانين يصير بايروفيت والالفا كيتو جلوتاريت ايش صار؟ جلوتاميت. هذني اللي اخذناه، ذني تفاعلات عكسيه، they are reversible. بينما هسه هذني هذا
شوف سهم واحد تفاعلات غير عكسية، احتاجت اي تي بي. عادة التفاعلات اللي تستخدم طاقة ما تكون عكسية، ما تكون عكسية. The direction of any individual transamination depends principally on the concentration ratio of the reactant and product. احنا مو قلنا التفاعلات الترانزامينيشن رياكشنز الامانه ترانسفيريز رياكشنز اللي اخذناها كانت عكسيه. زين واحد تقول اذا هي عكسيه زين شنو اللي يحدد انه هي تمشي بيا اتجاه؟ حسب التركيز المواد، حسب الكونسنتريشن. اذا الرياكتنت المواد المتفاعله هوايه تمشي بالاتجاه الامامي، اذا البرودكت هوايه تمشي بالاتجاه العكسي. باي كونتراست contrast transamination reaction اللي هي هسه حكيناها which are dependent واللي تحتاج ATP are considered irreversible. As a consequence the degradation of asparagine and glutamine. يعني أنا إذا أريد هذا الجلوتامين أرجع إلى جلوتاميت ما أقدر أعكس التفاعل، أسوي غير تفاعل. واحد من هذه التفاعلات مثلا الجلوتامين هسه هذا ما موجود، يعني انا ما اريد ادوخ، يعني ما اريد واحد يدوخ. انا هسه احنا مو قلنا ذي التفاعلات غير عكسيه، هذا اذا اريد ارجع بالعكس ما اقدر اعكس، اسوي غير تفاعلات، تفاعلات تختلف غير باثوي. زين ف as a consequence the degradation of asparagine and glutamine take place by a hydrolytic pathway rather than by reversal of the pathway by which they were formed. يعني فت باثوي يعتمد على فت عملية تحلل تختلف عن العملية اللي من خلالها تم تكوينهم أصلا. As indicated asparagine can be degraded to aspartate. يعني هذا الاسبراجين أقدر أشطره، هذا الاسبراجين أقدر أشطره ورجع إلى aspartate بس بغير باثوي هو ما ذاكر هنا بالمحاضرة ما مذكر، لكن أكو هيج باثوي. هسه انت لو تلاحظ اصلا هنا شوف حتى بس ما اريد اني اصير دوخه، شنو اريد اوصل. هسه احنا مو هنا كونا الجلوتامين من الجلوتاميت، انت لو تلاحظ هذا باثوي. زين اريد ارجع جلوتامين، اريد ارجعه الى جلوتاميت، شلون؟ مو قلنا غير باثوي هو اصلا موجود هنا، يا هو هذا اجيب الجلوتامين ويا من افعله ويا اسبارتيت، حينطي الامانو جروب للاسبارتيت وهو شي يصير جلوتاميت. اذا عكست هذا التفاعل، عكس هذا التفاعل، هنا كونا جلوتامين، هنا بالعكس جلوتامين حولناه الى جلوتاميت. ومثل ما قلت الجلوتامين هو اسيد امايد يعني بي امينو جروب، والجلوتاميت هو الاسيديك يعني اللي بس أسيدك اللي هو جلوتاميك أسيد واللي هو فقط ما بي. شوف هذا الفرق بينات، هذا بي أمينو هذا بي كاربوكسيل فقط. حتى تسوي سينثيسيس جلوتامين هذا الباثوي، هذا من الجلوتاميت. حتى تسوي تحويل للجلوتامين إلى جلوتاميت شنو تسوي؟ غير تفاعل اللي هو ترانز أميديشن ويا الأسبارتيت. طبعا هي كل ساعة يعني خاف اتمنى ما تتداخل، لكن شو اسوي يعني هن اسماءهن مش شابهة، ف بس اتمنى انا يعني كنت واضح انه انه هذن الاسبراجين شنو والجلوتامين شنو، الاسبارتيت شنو والجلوتاميت شنو، هذني اسيد امايد بيهن امينو، هذول كاربوكسيل فقط. فانت من حتفهم منو اللي بي امينو منو بس كاربوكسيل حتفهم بس يعني طبعا حيقول مساك بس اشرب مي شوية العف. طبعا العفو ف الميتابوليزم. هسه نكمل. aside from its role in protein synthesis، هسه افتهمنا هسه ذول الاسبراجين والجلوتامين اسبارتيت جلوتاميت والربط بيناتي. زين aside from its role in protein synthesis, L-alanine serves as a unique role in the transfer of nitrogen from peripheral tissue to the liver. احنا اخذنا الالانين والجلوكوز الالانين سايكل، مو اخذنا كنا شنو نجيب داخل المصل البايروفيت اللي بداخل المصل فعناوية جلوتاميت،
الجلوتاميت انطى امينو جروب للبايروفيت الصار صار الانين، وهو الجلوتاميت الفقد صار الفاكيتو جلوتاريت. الالانين كونته بالمصل نقلته بالبلاد انتو ذا ليفر. هذا الالانين فعلناه ويا الفاكيتو جلوتاريت. الالانين انطى الامينو للالفاكيتو جلوتاريت ورجع بايروفيت، والالفاكيتو جلوتاريت ورا ما استلم كون جلوتاميت. والجلوتاميت وين دخل؟ باليوريا سايكل. احنا مو قلنا كل الامينو اسيد تنتج جلوتاميت وتروح باليوريا سايكل عدا اربعة اخذناهن، وهذا البايروفيت رجع جلوكوز، والجلوكوز راح للمصل، والمصل رجعت كونت لي بايروفيت هي سايكل. اذا دي احكي لك ان الالانين مو بس فائدته هو بالبروتينات، يدخل بتكوين هو كامينو اسيد، يدخل بالبروتين سينثيسيس الى هاي الاهميه، انه هو مصدر للجلوكوز، مصدر للبايروفيت مثل ما قلنا. فيقول لك aside from its role، يعني إضافة إلى الدورة من البروتين سينثيسيس، الألانين هو فد مصدر لنقل النيتروجين، يعني نقل الأمينو جروب، لأن هو من حينتقل بالبلاد يروح للليفر مثلا، الألانين يرجع ينطل أمينو جروب للألفا كيتو جلوتاريت، فهو فد مادة ناقلة للنيتروجين. ألانين is transferred to the circulation by many tissues but mainly by muscle، مثل ما قلنا المصل هي الرئيسية اللي تنتج للألانين. in which alanine is formed، احنا قلنا الألانين بالمصل مينا كونه من البايروفيت، مثل ما اخذنا هذا التفاعل حكينا البايروفيت ويا جلوتاميت ينطيني ألانين at a rate proportional to the intracellular pyruvate level. يعني تكوين الألانين من البايروفيت يعتمد على مستوى البايروفيت، من البايروفيت يكون هواية زاد عن حاجة المصل ما تحتاجه لانه تودي لانتاج الطاقه، لان البايروفيت الى غير فيت مصدر، يعني المصير الثاني للبايروفيت يتحول الى اسيتايل كو اي، والاسيتايل كو اي يتحول الى دوره جريبس وينتج الطاقه. لكن من يكون الانتراسيلولار ليفل اوف بايروفيت زائد عن حاجه المصل، تبدي المصل شنو يتحول هذا البايروفيت من الى الانين، على مود شنو هذا الانين تنقله بالدم الى الليفر، وبالليفر تستخدم الانتاج الجلوكوز، مثل ما اخذنا بالجلوكوز الانين سايكل. ليفر اكيوميليت الانين ريفرز ذا ترانزامينيشن رياكشن، يعكس هذا التفاعل، يعني هنا انتجنا الانين منين؟ من البايروفيت، هسه بالليفر هاي بالمصل، لكن بالليفر بالعكس الانين هو راح نرجع الى بايروفيت، فالليفر يعكس هاي الخطوه. and proportionately increase urea production، طبعا الليفر، لان الليفر ش حينتج؟ حينتج جلوتاميت بهذا التفاعل، والجلوتاميت يدخل يكون يوريا. فهو نادى يحكي لك يقول لك إنه الألانين مو بس دوره بالبروتين سينثيسيس، إلى دوره بالجلوكوز ألانين سايكل اللي حكيناه. The part of it اللي أنتجه بالليفر، يعني بالليفر لو أسوي له أكسيديشن على مود أنتج طاقة إذا كنت محتاج، لو احوله الى جلوكوز بالجلوكونيوجينيسيس، مثل ما اخذنا سابقا البايروفيت احوله الى اوكسالوأسيتات عن طريق البايروفيت كاربوكسيليز، هذا تذكير بالكورس الاول، والاوكسالوأسيتات يدخل بالجلوكونيوجينيسيس. when alanine transfer from muscle to liver is coupled with the glucose transport from liver back to muscle the process is known as the glucose alanine cycle. هي هاي، يعني من تصير حلقه كامله سايكل كامل أسميها جلوكوز ألانين سايكل. يعني هذا الجلوكوز اللي حانتجاني بالليفر رجع للمصل صارت سايكل، هي عبارة عن حلقة. The key feature of the cycle is that in one molecule alanine اللي هو الألانين peripheral tissue exports part of it and ammonia which are potentially rate limiting for metabolism to the liver where the carbon is recycled and most nitrogen eliminated. هنا ده يحكي لك انه هاي سايكل، انه بجزيئة واحدة اللي هي الألانين انت سويت شغلتين، هاي الجزيئة من نقلتها بالبلاد سويت شغلتين، سويت انه بالليفر هي مصدر للبايروفيت اللي تحتاجه حتى تكون جلوكوز، وسويت شغلة ثانية مصدر للأمونيا لأن انت حتحوله الأمينو جروب حينتقل لهذا الألفاكيتو جلوتاريت واللي ينتج الجلوتاميت، والجلوتاميت ححوله إلى أمونيا، والأمونيا حولها إلى يوريا. يعني جزيئة واحدة اللي هي الألانين واللي هي نقلتها بالبلاد
انطتك شغلتين بالليفر، البايروفيت وطتني الامونيا، والامونيا حولتها الى يوري. فيعني هاي جلوكوز الانين سايكل كلش مهمه حتى تتخلص من الامونيا الزائده وتنتج بايروفيت على مو تنتج جلوكوز. Where the carbon skeleton is recycled and most nitrogen, مثل ما قلنا الكربون سكيلتون اللي هو البايروفيت راح انتجه واسوي elimination المن للنيتروجين اللي هو على شكل امونيا وعلى شكل يوريا. There are two main pathways to production of زين الالانين هذا نفسه. يعني هذا الالانين شلون انتجه؟ هسه حكيناها، قلنا ممكن من البايروفيت يتفاعل ويا الجلوتاميت وانتجه. او from protein degradation، مرات لا بروتين يدخل بتركيب الالانين. الالانين هو واحد من الامينو اسيد، هو نون اسينشال لكن هو امينو اسيد يدخل بتكوين البروتينات. احطم بروتين انتج الالانين، هذا واحد من الباثوي. يعني بروتين degradation هو في الطريقه لتكوين كل الامينو اسيد اللي احنا ذني العشرين اللي اخذناها، يعني مو فد معلومه. and via transamination لكن of pyruvate by alanine transaminase ALT، هو هذا التفاعل اللي هسه حكينا. البايروفيت عن طريق الالانين امينو ترانسفيريز انزيم، مو الانين او الانين ترانسامينيز، هنقل الامينو جروب من الجلوتاميت الى البايروفيت انتج الانين. هذا التفاعل، هذا البايروفيت. البايروفيت حيستلم الامينو جروب مالت من مال الجلوتاميت، فش يتحول البايروفيت هذا الى الانين، والجلوتاميت اللي فقد الامينو شي يصير؟ الفا كليتو جلوتاريت. هو هذا نفس التفاعل ترانزامينيشن، مجرد انقل الامينو جروب للبايروفيت من الجلوتاميت حتى كون الانين والفا كليتو جلوتاريت. هسه خلاص كوننا هسه ايش كوننا لحد الان؟ الانين كوننا قلنا من البروتين ديجريديشن والترانزامينيشن رياكشن اوف بايروفيت وذ جلوتاميت، كوننا الاسبراجين، كوننا الجلوتامين وشفنا العلاقة ويا الاسبارتيت والجلوتاميت. هسه السيستين بايوسينثيسيس. السيستين اذا تتذكرون شنو كان السيستين تركيبه؟ السيستين والميثيونين سلفر، يعني بيكبريت. لذلك اكو ربط بين السيستين والميثيونين، ما اقدر اكون سيستين الا عندي ميثيونين. وهو شنو؟ السيستين هو نون اسينشال، يعني احنا المفروض احنا نقدر نصنع الميثيونين اسينشال، ما نقدر نصنع. لكن بما انه اني ححتاج الميثيونين هذا احتاجه حتى اكون سيستين، اذا السيستين اعتبره شنو؟ كونديشنال. يعني احنا قلنا الكونديشنال امينو اسيد هي الامينو اسيد اللي في بعض الاحيان ما يعني في احيان معينه ما اقدر اصنعها. يعني سيستين اني ما اقدر اصنعها اذا ما كان عندي ميثيونين، يعني احتاج الميثيونين حتى كون سيستين. وهسه حنشوف انه يقول لك the sulfur for cysteine synthesis comes from essential amino acid methionine. مثل ما قلنا احنا اثنيناتن السيستين والميثيونين اثنيناتن بهن كبريت، فحتى كون سيستين اللي هو non essential او conditional احتاج ميثيونين اللي هو essential. a condensation of ATP and methionine catalyzed by methionine ادينوزيل ترانسفيريز يلد سام. شنو هذا؟ اني اول خطوه هسه راح ناخذ الخطوات بالتفصيل. اني حجيب ميثيونين، هذا الميثيونين انا مو قلت السيستين احتاج ميثيونين، حجيب ميثيونين افاعله ويا اي تي بي. هنا الاي تي بي بالحقيقه ما راح اخذ منه الفوسفات، هذا اول تفاعل. طبعا ناخذه ما ناخذ من الاي تي بي الفوسفات، الفوسفات نطرح عندنا الفوسفات الثلاثه، هذا عصرة فوسفات وذني عصرتين، ثلاث فوسفات مال الأدينوزين تراي فوسفات أطرحن ثلاثتين. شا أخذ؟ أخذ الأي فقط الأدينوزين جروب، هو مو أدينوزين تراي فوسفات، أخذ الأدينوزين أنقله للميثيونين. صار عندي يا مادة، صار عندي مادة أسميها شنو؟ أسميها SAM سام. هاي المادة أسميها سام اللي هو S أدينوزين ميثيونين. هذا الميثيونين استلم الأدينوزين جروب فصار سمينا S أدينوزين ميثيونين عن طريق يا إنزيم ميثيونين أدينوزين ترانسفيريز. هاي أول خطوة، هو خلنا ناخذها هنا هي بالحقيقة هنا بالتفصيل.
هذا الميثيونين افعله ويا اي تي بي، اطرح 3 فوسفات واخذ بس الاي بس الادينوزين، احصل الماده اللي سميناها سام اللي هي شنو الميثيونين، واستلم ادينوزين صار اسمه اس ادينوزيل ميثيونين سام. السام شنو؟ اس ادينوزين ميثيونين. هذا الاس ادينوزين ميثيونين السام شو اسوي له؟ اطرح منه الادينوزين اللي حصلته واطرح منه مثل جروب، زين ايش حيتحول؟ يتحول الى ماده اسميها هوموسيستين. السام اطرح منه الادينوزين، هذا الادينوزين انطرح والمثل جروب انطرح، صار هوموسيستين. الهوموسيستين افاعله ويا سيرين ش ش شنو احوله الى ماده يسموها سيستا ثايونين. هوموسيستين وسيرين، السيرين هم واحد من الامينو اسيد. شوف يعني انت هسه هذا السيستين يحتاج امينو اسيد ثانيه بالتكوين، ما تحتاج الميثيونين بالبدايه وهنا حيحتاج السيرين. المهم هوموسيستين يتفاعل ويا سيرين يعطي سيستا ثايونين عن طريق يا انزيم سيستا ثايونين سنثيز. سيستا ثايونين اشطره عن طريق السيستا ثايونين لاييز، او مرات يسموه سيستا ثايونيز، سيستا ثايونين لاييز حي يتحول الى سيستين والفا كيتو بيوتاريت. اذا فد باثوي مو صعب وما بيشي، بدا بالميثيونين، الميثيونين حولته الى ماده اسمها سام. شلون حصلت السام اللي هي عباره عن مختصر اس ادينوزيل ميثيونين؟ جبت الادينوزين جروب من الاي تي بي، طرحت الفوسفات، جبت الادينوزين ربطته بالميثيونين، صار اس ادينوزيل ميثيونين السام. هذا السام طرحت منه الادينوزين والميثيل جروب، صار هوموسيستين، فعلته ويا سيرين كون السيستا ثايونين، شطرت السيستا ثايونين الى سيستين الفا كيتو بيوتاريت. هذا ملخص كل السيستين بايوسينثيسيس. هنا أنا مجرد شرح تفصيلي للموضوع. يقول السام، احنا مو هذا بالخطوه الثانيه، السام هو فد بريكرسر لنيومرس مثل ترانسفير رياكشن. هذا السام هو مو بمثل جروب، فيعتبر فد بريكرسر لمثل ترانسفير رياكشن. يعني اني هذا السام بيفد مثل جروب، اقدر اطرح منه المثل جروب انقلها لماده ثانيه مثل الكونفرجن اوف نور ايبينفرين الى ايبينفرين. هذا النور ايبينفرين بوجود السام يستلم مثل من السام فش يتحول الى ايبينفرين. يعني يقول لك هيك فد معلومه، يقول لك السام الاس ادينوزين ميثيونين فد ماده تنطي مثل جروب، وهي فعلا بهذا التفاعل شنو سوت؟ انطت مثل جروب. لو تلاحظون انطت مثل جروب بالاضافه الى الادينوزين حتى تتحول الى هوموسيستين. ف the result of methyl transfer is conversion of SAM to S adenosyl homocysteine. هذا فد intermediate ما شفناه احنا، لكن السام من يفقد المثل جروب حيتحول الى مادة هي ما موجودة بالباثوي، لكن هي فد intermediate. هي ان السام اذا فقد المثل شي يصير S adenosyl homocysteine، بدل لا S adenosyl ميثيونين يصير S adenosyl homocysteine. الاس ادينوزيل هوموسيستين is then cleaved by اس ادينوزيل هوموسيستينيز to yield هوموسيستين. هو شوف هنا مختصرها، يعني هنا قبل السام حوله الى هوموسيستين، زين، لكن هو بالحقيقه السام بالبدايه تطرح منه الميثيل جروب فيتحول الى ماده اسميها اس ادينوزيل هوموسيستين. الاس ادينوزيل هوموسيستين اطرح منها الادينوزين تتحول الى هوموسيستين. السام اللي هو اس ادينوزيل ميثيونين اطرح منه المثل جروب ينطي ماده ما مكتوبه هنا بالباثوي بس موجوده بالشرح، نسميها اس ادينوزيل هوموسيستين. اس ادينوزيل هوموسيستين، الاس ادينوزيل هوموسيستين اطرح منه الادينوزين شبقه بها هوموسيستين. فهو هذا الحكي. شنو اسم الانزيم؟ اس ادينوزيل ميثيونين لاييز، او شي يسموه اس ادينوزيل هوموسيستين. اي هنا هذا الانزيم
اس ادينوزيل هوموسيستينيز. ينطيني شنو هوموسيستين؟